وبوسترات صراحه فكره لطيفه كانت على البث. فلاح فراج برضو ما انسى برضو كذلك اللي كان على يمين ويسار فلاح والله الناس برضو كذا واحد من الشباب شاركوا. لكن الجميع الجلسه كلها كانت جميله عن بكره تبيها بلطافه جميله. انا اقول المئة نقطه هذا الاسبوع هل من ممكن ان احجبها؟ لا لازم تعطيها مو من حقك. والمشكله 50-50 او بتعطي 100؟ المشكله اعطيناها احد. خلني بقول انا بعدين اتفكر. طيب تفضل تفضل سمخ لان قال سمخ علي دقيقه. يلا تفضل. 50 للعايض اول شيء وال50 الثانيه لبو سراج. محمد سراج. محمد سراج يستاهل. طيب دقيقه انا اعطيها انا والله صراحه ما انا بالنسبه لي ما ابغى اعطي للشباب اللي يطلعون كل اسبوع برايم صراحه ما بكذب عليك اللي كل اسبوع برايم نوع هالمره رؤيتي يمكن اسبوع جاي غير وجهه نظري ما ادري لكن انا اعطيها فاضل الشمري 50 الاولى استاهل وال50 الثانيه خلها معي 50 ثانيه ها خلها معي بكره 50 ثانيه قلبها قلبها يا رجل نتقابل في كوفي ونشوف بنعطيها خلها بكره بكره طيب بكره الشباب كان عندهم على 100 200 نقطه راح اوزعها ال50 الاولى للمعاذ الغرامه يعطي العافيه يستاهل بالنسبه لي الجلسه اللي قدمها كانت جلسه حلوه ضاري شكرا على تدشينك وشكرا على الفعاليه اليوم اللي سويتها للوقف ال50 الثانيه لضاري باقي 100 والله حيره يعني خلي بكره بنشوف ان شاء الله 100 بكره ال50 الاولى حقتي كانت المعاد الثانيه لضاري ابو حزام اعطى سيف الزعبي ومحمد العويس محمد العويسي محمد العويسي سيف الزعبي سيف الزعبي عشان ما انسى ال50 الثالثه محمد العويسي لاني انا كنت حاط في بالي نعطيها محمد العويسي اذا في متسابق يدري كم عنده من نقاط ما يدري ما يدرون لا عبد الله بيقول اضمن لك انه حتى في على في يحسبون نقاط مو لا عبد الله اتمنى انهم يحسبون بعدين ترى في مشكله يا جماعه ترى احنا هنا في بدون تحيز عندنا 600 نقطه بس دائما يعني شوف الزعل انه نوزعها على الكل في كل واحد وعند المتسابق نشوف انه متفاعل اي هذا ما راح نعطي احد دون عن احد فاتمنى الاعداد يركز على الاسماء اللي بعدين احنا 600 مقسم على يومين مثلا وحنا ندمجها في يوم واحد وفي فقرات وفي جمهور لا يا حبيبي في فقرات على كيفه هو يدخل 300 يقول لا بزود 450 500 هل هي من جيبي ما ادري انا ما ادري ام قدحه من راسه ام على كيفه ولعل عشان نعرف هل الدرجات محسوبه ولا قدعنا ونعرف نقاطك كانت لمين؟ فاضل الشمري فاضل الشمري عشان الاداء ياكد عليها 50 فقط 50 فقط 50 فقط محمد عايض وبوسراج